الحشرات واحدة من المخاطر التي تهدد الإنتاج الزراعي وتسبب خسائر جسيمة في كمية ونوعية المحاصيل. وكمحاولة للتغلب على هذه الحشرات، لجأ الإنسان إلى المكافحة الكيميائية نظرا لسهولتها، وهذا ما أثر سلبا على وجود الأعداء الطبيعية في البيئة، وقد أدى الاستخدام غير الواعي للمبيدات إلى تلوث التربة والغذاء والهواء. لذا تعالت الأصوات المطالبة بضرورة اللجوء إلى الطرق الحيوية لمكافحة الحشرات، سواء باستخدام المفترسات أو الطفيليات أو مسببات الأمراض. ولعل أتريكو جراما أحد تقنيات المكافحة الحيوية التي حققت نجاحا كبيرا في مصر والعديد من دول العالم. يعتبر طفيل ترايكوجراما من أهم الطفيليات المستخدمة في مجال المكافحة البيولوجية أو الحيوية، وده راجع لعدة عوامل، ومن أهمها إن هي حماية البيئة من التلوث. هذا الطفيل متخصص، ليس له سلوك كطفيل ثانوي. أيضا دورة حياته قصيرة، بيستغرق حوالي 10 أيام في الحقل، ودي من مميزاته. سهولة تربيته في المعمل على عوائل طبيعية بديلة زي السيتوتروجا سيرياليلا أو بيض فراشة الحبوب، وأيضا عوائل تانية كتير بتبقى في العالم وفي مصر بيتم تربيته على هذه العوائل بطريقة كمية وسهلة، فبيطلع منها إنتاج ضخم وفي نفس الوقت بتكاليف منخفضة. كمان ممكن ان احنا ندمج هذا الطفيل داخل برامج مكافحة متكاملة، زي ان احنا نقدر ندمجه في مثلا مع المبيدات الميكروبية ومع المفترسات في برنامج مكافحة متكاملة، ونقلل من استخدام المبيدات. لو جينا نتكلم هنا على بيض فراشة الحبوب او السيتوتروجا سيرياليلا كعائل طبيعي معملي، بيستخدم في مصر وفي العالم للتربيه الكميه لسهوله التربيه، وزي ما قلت التكاليف المنخفضه بتاعته. هنا دوره حياه البيض فراشه الحبوب بتتم في المعمل بسهوله. في الاول مرحله ان احنا بيبقى غسيل القمح وكمان بنعقمه، وبعد كده بيتحط في براويز بصورة أفقية. تقريبا الكيدج ده بيحوي حوالي 10 برواز، وبيحوي تقريبا 60 كيلو من القمح. بننشر عليه أو ننصر عليه البيض بتاع السيتوتروجا كعدوى، وبعدها بيتم وضع البراويز في الكيدج بتاع البيض. بنستنى فترة ما بيكمل دورة حياة الطفيل لغاية ما هيبقى فراشات، سوري، دورة حياة الفراشة الحبوب لغاية ما هتبقى فراشات. بعد كده الفراشات بتجمع في الكيدج بتاع وضع البيض. في السلندر دي بنحط الفراشات وناخد البيض من الكيدج. بالنسبة للبيض بيتقسم لنصين، نص منه ان انا اعيد دورة حياة فراشة الحبوب، والنص الثاني ان انا اربي بيه او يتم تربية طفيل الترايكوجراما وبعرضه لطفيل الترايكوجراما. ازاي بعرضه لطفيل الترايكوجراما؟ ان انا بجيب كارت من الورق المقوى حوالي 12×8، هنا الكارت حوالي 12×8 سنتي، وبيترش عليه بيض السيتوتروجا. الاول بحط مادة صمغية، بيفضل انها تكون مادة طبيعية، وبعدين بنرش البيض بتاع السيتوتروجا على الكارت. بعد كده بيوضع الكروت في البرطمانات بتاعة التربية. هنا شكل كارت البيض بتاع السيتوتروجا، وهنا المتطفل عليه. لو شفنا بتاع الكارت واحنا بنحطه في البرطمان، بيبقى بمعدل كارت بيض سيتوتروجا كارت بيض متطفل عليه بالطفيل لثلاثة كروت من بيض السيتوتروجا علشان مرحلة التطفل. لما بيتطفل الطفيل على البيض بيتحول لونه البيض للأسود زي ما احنا شايفين في الكارت هنا. ده معناه ان الطفيل نجح في التطفل، وخلى بيض الطفيل تحول لتور البيوبا او العذرة داخل بيضة العائل. الكروت هنا بتبقى اللي احنا قلنا 12×8 سنتي، بتتقطع او تقسم لكروت صغيرة تقريبا 2×3 سنتي، وناخدها نحطها في ظرف الاطلاق اللي هو موضح هنا في الشاشة. بنحط 3 كروت من البيض داخل
الظرف هنا شكله اهو زي ما احنا شايفين كده، ظرف الاطلاق او كارت الاطلاق، والاطلاق بيبقى بيتحط جواه بداخله هنا في الظرف 3 كروت صغيره من البيض المتطفل عليه، ولما باجي اطلقه بيبقى في صوره موجه متتاليه الاطلاق، بنحاول نخليه ان احنا بمعنى احط تقريبا 3 كروت صغيره داخل الكارت او الظرف. كل كارت بيحوي عمر من اعمار الطفيل، كارت هيبقى على وشك الخروج بعد يوم الاطلاق، وكارت بعد 4 ايام، وكارت بعد 7 ايام، فده بنسميه اطلاق في صوره موجه متتاليه، بيغطي فتره اطول من وجود الطفيل في الحقل. طفيل التريكوجراما نجاحا كبيرا في التغلب على ثاقبات الذرة وقصب السكر وديدان اللوز وآفات أخرى كثيرة. ويلاحظ أن الطفيليات التي تستخدم في المكافحة الحيوية تمتاز بالتخصص، فلا يمكن استخدام طفيل في مكافحة آفة غير التي يعمل عليها، كما أن الطفيل أو المفترس لا يمكن أن يلحق أي ضرر بغير العائل الذي يبحث عنه، وهو الآفة التي خلق للقضاء عليها، كذلك لا ينجم عنه أي ضرر على المحصول أو على البيئة. طبعا بيراعى في الاطلاق نقاط هامه جدا، اساسها او اول حاجه ضروريه فيها توقيت الاطلاق. لازم وانا بطلق طفيل التريكوجراما اراعي التوقيت، بيكون في بدايه ظهور الافه، لان بعد كده من الحاجات الاساسيه اللي انا اراعيها برضو انه يكون المسافه بين النبات واللي هعلق عليه الظرف والاخر، وده بيختلف حسب المتخصص لما ينزل الحقل، هيشوف كثافه الافه وهيشوف نوع الافه وهيشوف نوع المحصول، وبالتالي يحدد المسافه ما بين نبات واخر اللي هيعلق عليه الكروت وعددها. وعاده بيبقى المتوسط الطفيل اللي بيتحط في الفدان حوالي حد ادنى 20,000، والماكسيمم 50,000 طفيل للفدان، والاقصى 60,000، والمتوسط 50,000 طفيل للفدان. زي ما قلت كمان بيبقى في مسافه حوالي من 5 ل 7 متر حول الحقل بتتساب، وبعد كده بعلق النباتات على المسافات اللي هيحددها، وبتبقى طبعا عدد الطفيل اللي هحطه مقنن ومحسوب قبل ما انزل في الزياره الاولانيه اللي رحت قبل ما اطلق هذا الطفيل واحددها حسب نوع الافه. من الحاجات كمان اللي بتهمني واكون عارفاها او دي مدروسه، ان نشاط الطيران في الطفيل بيبقى من 25 ل 30، في دايره قطرها من 25 ل 30 سم، فابقى عارفه وانا بحط انه هيبقى ازاي المسافات، واحدد على كل نبات هعلق هذا الطفيل ازاي. لازم اراعي ان انا وانا بعلق الطفيل يكون الصبح او العصر عشان اتجنب الشمس، اكون محاوله انه يكون في اسفل النبات علشان احميه من الشمس. دي اهم تقريبا النقاط للاطلاق. بعد كده لو قلت التطبيقات بتاعه الطفيل في العالم وفي مصر، التطبيقات ليه كتيره وناجحه جدا في دول كتيره، زي يعني بيحتل هذا الطفيل اكبر مساحه تطبيق في العالم من ناحيه التوزيع بتاعه او اطلاقه، حوالي اكتر من 100 مليون فدان بيستخدم فيه هذا الطفيل. بالنسبه لمصر فبنستخدم حوالي او استخدمنا بالفعل حوالي 400,000 فدان، ودي نسبه كويسه مش قليله. استخدم هذا الطفيل في مصر في محصول قصب السكر في مساحه 30,000 فدان لمكافحه دوده القصب الصغرى الكايلو اجاممنون، و ده عمل ريدكشن في الاصابه بالافه من 50 ل 60% تقريبا. ايضا في محصول الطماطم في مشروع للمكافحه المتكامله ما بين هيئه تنميه بحيره ناصر مع معهد بحوث وقايه النباتات، وده عمل برضو ريدكشن حوالي 80% لافه دوده اللوز الامريكيه، والمشروع ده من التسعينيات وحتى الان شغال. في نخيل البلح في حوالي 3,000 فدان في سيوة، ودي مساحة سيوة تقريبا المزروعة بنخيل البلح بيتكافح برضو بيها دودة ثمار البلح.
في أمثلة كتير، في الزيتون في 50,000 فدان أطلق فيها هذا الطفيل وبنجاح لدودة ثمار الزيتون، في الخوخ لدودة ثمار الخوخ وثقيبة براعم الخوخ، في محاصيل كتير جدا ولقافات كتير قوي وبطريقة ناجحة تمت بالفعل في بهذا الطفيل. من كده بقول انه الطفيل ده استخدم بالفعل في العالم وفي مصر بطريقه كميه وبطريقه ناجحه جدا وتطبيقيه، فبنحاول ان احنا في تجارب عديده بنجريها علشان ان احنا ندخله ضمن برامج المكافحه المتكامله لتقليل الاستخدام بالمبيدات والترشيد بيه، ونحاول ومحاوله ان احنا نرجع للناتشرال بالانس اللي ربنا خلقه سبحانه وتعالى. المكافحة الحيوية مجهودا كبيرا في تطبيقها بالحقول، بل يمكن إطلاقها بسهولة كبيرة ودون الحاجة إلى عمالة يدوية، لذلك فهي اقتصادية للغاية مقارنة بالمكافحة الكيميائية. وقد نجح استخدام هذا النوع من المكافحة على بعض الآفات الخطيرة سواء في القمح أو الذرة أو الفول. في اساسيات او في شروط او شروط لازم اتبعها عشان استخدم المكافحه الحيويه. زي ما قال الدكتور احمد وقال الدكتوره منى، المكافحه الحيويه دي بتاخد وقت عشان تحدث مفعول، يبقى يستحسن ما ابداش المكافحه الحيويه الا في بدايه الاصابه، يعني اول ما تظهر اصابه بالافه استخدم المكافحه الحيويه. انما لو حصل اصابه عاليه وانا ما استخدمش مكافحه حيويه ما اقدرش استخدم المكافحه الحيويه. لو انا عايز استخدم مكافحه حيويه يعني مثلا ونزلت الحقل لقيت فيه اصابه عاليه، لازم ارش مبيد الاول عشان اقضي على الاصابه العاليه ديت، وبعدين استخدم مكافحه حيويه لو التوفيلتر جراما او اي حاجه تاني. فعشان كده عشان استخدم مكافحه حيويه لازم ابدا من اول ما تظهر الاصابه، اول ما تظهر اصابه بافه ما ابتدي استخدم مكافحه حيويه، سواء مفترسات على المن او على اي نبات او على اي افه، او سواء طفيل التراكوجراما. زي ما قلت طفيل التراكوجراما ده بيطفل على البيض، بيض الحشرات. لو انا استنيت لما الحشرات كترت قوي وحطت بيض كتير قوي ما اقدرش استخدم التراكوجراما، في الحاله دي هضطر استخدم مبيد الاول وبعدين استخدم مبيد التراكوجراما. يبقى عشان كده يبقى اهم شرط في استخدام المكافحه الحيويه ان انا ابدا الاستخدام بمجرد ظهور الاصابه. وده السؤال اللي اتسال لي، عوامل نجاح ليه بينجح المكافحه الحيويه في محاصيل وما بتنجحش في محاصيل تانية، أو مش في محاصيل أو محاصيل، هو بينجح لمكافحة آفة ما وما بينجحش في مكافحة آفة تانية. في حاجة تانية بالنسبة للتراكوجراما برضو، في أنواع مختلفة من طفيل التراكوجراما. في نوع متخصص مثلا على دوت اللوز الأمريكية، وفي نوع متخصص على فراشة ضنانات البطاطس. ما ينفعش أنا أجيب تراكوجراما بتاع فراشة ضنانات البطاطس وأستخدمه على لمكافحة دوت اللوز الأمريكية، في الحالة دي هيفشل. يبقى انا مهم جدا استخدم النوع المناسب للتراكوجراما لكل طفيل لكل افه. برضو البكتيريا عشان استخدمها او الفيروس او الفطر لازم في بدايه الاصابه، يعني ما ينفعش في اصابه عاليه، يعني في اصابه عاليه بافه ما اجي ارش انا بكتيريا. ليه؟ لان البكتيريا بتاخد وقت عشان تسبب الضرر. برضو الفيروس ما ينفعش في اصابه عاليه واجي استخدم الفيروس لمكافحه الافه، لان الفيروس عشان يموت الحشره محتاج له 5 أو 6 أيام أو 7 أيام. يبقى لازم ابدا الاصابه ابدا المكافحه الحيويه زي ما قلت في التراكوجراما بمجرد ما تظهر الاصابه. في تطبيق دلوقتي بدا لاستخدام المكافحه الحيويه او المكافحه المتكامله لانتاج محاصيل اللي هي بيسموها الزراعه العضويه. الزراعه العضويه دي بتعتمد على انتاج محاصيل بدون استخدام اي كيماويات، مش اي مبيدات، اي كيماويات. يعني ما بستخدمش الاسمده النترات ولا الكالسيوم ولا البوتاسيوم في الارض. ليه؟ لانها كيماويات. وما بستخدمش المبيدات الكيماويه لانها مبيدات. كل اللي انا بستخدمه الكومبوست او السماد البلدي او السماد العضوي. يبقى انا كده بسمد النبات بدون اي كيماويات. بيكمل ده بقى عشان اكافح الحشرات بستخدم المكافحه الحيويه. يعني يبقى الزراعه العضويه بتعتمد على عمليات تسميد لا يستخدم فيها كيماويات اطلاقا، ولكن تعتمد على عناصر طبيعيه زي ما قلت بقايا النباتات والحيوانات، وفي نفس الوقت بستخدم الاعداء الحيويه سواء طفيليات
او مفترسات او مسببات امراض. طبعا برضو لازم اقول ان استخدام التفايلات والمفترسات ومسببات الامراض ما بتديش نتيجه زي المبيدات. يعني المبيد ممكن يدي نسبه موت في الافات 90 ل 95% او اكتر، انما المكافحه الحيويه بتدي مثلا نسبه موت في الافات بكتير قوي 75%، يبقى كده بيحصل نقص في المحصول طبعا، بس المحصول بيبقى امن. الانفلوب او الظرف اللي انا بعلقه على النبات ويكون فيه الطفيل بيبقى قطعه ورق مقوى بالطريقه ديت وفيها ثقب بيتعمل في المطبعه، يعني اجي احط الكارت اللي فيه الطفيل هنا، يعني في جزء من الكارت كده، وبعدين اطبقه وبعدين ادبسه عشان ما يقعش. خلاص يبقى الكارت اللي فيه الطفيل هيبقى موجود هنا ومحبوس، يبقى فيش ميزه الحكايه. ميزه الظرف ده انه بيحمي الطفيل من اي مفترسات، ممكن اي مفترس يجي يتغذى على البيض المطفل عليه دوت، يبقى بوظ لي الشغل اللي انا هعمله، فانا بقفله كده عشان الطفيل يقدر يخرج، انما مفيش اي مفترس يقدر يخش. بعد كده باجي اعلقه على النبات زي ما قلنا قبل كده، كل 20 خطوه، يعني المزارع بكل سهوله كل 20 خطوه يعلق واحده من دوت. كل ده وكل واحد من دوت فيه حوالي 2000 طفيل، يبقى الفدان ياخد حوالي 50,000 طفيل. وعلقه على النبات، كده اتعلق خلاص. يخرج بعد كده الطفيل بعد يوم، بعد يوم او بعد يومين يخرج، يطير الطفيل يدور على البيض الحشره اللي انا عايز اقومها، اللي هي دوت القصب، دوت القصب اللي بتصيب الذره او دوت الذره الاوروبيه، وبعدين يتطفل على البيض ويكمل دوت حاده فيها، ويخرج تاني الطفيل من البيض دوت ويدور على بيض تاني وهكذا. في الحقيقه الطفيل تايكوجرام بيستخدم في محاصيل كتيره قوي، بس فعلا اهم محاصيل او اهم افات بيستخدم الطفيل تايكوجرام في مكافحتها هي الافات اللي هي اللي هي ثاقبه للنبات. يعني مثلا القصب اللي احنا بنشوفه مسوس ده، هو القصب السوسه دي جايه منين؟ حشره بتخش جوه القصب، لما بتخش جوه القصب صعب بقى نوصلها حتى لو بالمبيد، يبقى ينفع قوي ليها طفيل تايكوجرام. ليه؟ لان الفراشه لما تيجي تحط البيض بتحط البيض على سطح النبات، على الورقه دي مثلا. الطفيل سهل قوي انه يوصل للورقه ديت ويوصل للبيض ويطفل عليها، انما لو اليرقه بعد ما بتفقس او البيضه لما بتفقس وتخرج منها دوده بتثقب القصب وتعيش جوه، حتى لو رشيت مبيد مش هيوصل لليرقه. يبقى احسن حاجه للافات اللي هي بتخش جوه الثمار او بتخش جوه المحصول هي طفيلة الجرام. عشان كده بيستخدم اشهر انواع الطفيليات او اشهر انواع المكافحه الحيويه استخداما في العالم كله. من ضمن الحاجات دي برضو الخوخ، برضو بيصاب بافه بتخترق القمه الناميه للنبات، بحيث ان هي برضو البيض يبقى معرض يقدر الطفيل يوصل له، انما اول ما بتفقس البيضه اليرقه بتخش جوه القمه الناميه للنبات، فما فيش اي بيض يوصل لها، يبقى بينفع فيها هذا الطفيل. العنب، دود ثمار العنب برضه اللي بيحصل ان هي بتتغذى برضه داخل ثمره العنب، انما البيض اول ما بيتحط بيبقى بره العنب، بره المحصول، بره الثمار، فالطفيل يقدر يوصل له. يبقى الطفيل تايكوجرام ده ميزته ان هو بيوصل للافات اللي هي تدخل داخل المحصول. احسن طريقه لمكافحه هذه الافات هو التايكوجرام مش المبيدات، المبيد مش هيوصل للافه وهي جوه الثمر. ففي العالم كله الطفيل ده التايكوجرام زي ما قلت فيه انواع كثيره بيستخدم. احنا هنا في مصر برضه بنستخدمه ضد دودة ثمار العنب في مساحات كبيرة، بس خصوصا فين؟ في الساحل الشمالي كله، طريق مصر اسكندرية الصحراوي. ليه؟ لأن كلهم مزارعين كبار وكلهم مهتمين بالمكافحة الحيوية وكلهم بيصدروا للخارج، فبيحاولوا ما بيستخدموش مبيدات، فبيزرعوا أساسا. لو حد يمشي في مصر اسكندرية الصحراوي هيلاقي معظم المحاصيل عبارة عن زيتون وعنب وخوخ ومشمش، كل الحاجات دي بنستخدم فيها طفيل التايكوجرام لمكافحة الآفات، وعشان كده هم المزارعين دول كلهم بيصدروا انتاجهم للخارج. طبعا في ناس بيشتروا اعداء حيويه ويجوا يستخدموها يقول لك ده ما جابتش نتيجه. طبعا هو ما يعرفش ما جابش نتيجه ليه؟ ما جابش نتيجه اما لان الاصابه عنده كانت عاليه من الاول فطبعا مش هتجيب نتيجه، او ما استخدمش النوع المناسب للافه اللي عنده. يعني هو بيشتري تايكوجرام مثلا لدوت القطن هيكون غير التايكوجرام اللي بتاع دوت اللوز الامريكيه، هيكون غير التايكوجرام بتاع دوده ثمار العنب وهكذا. يبقى المفروض المزارع لما يجي يستخدم
او حتى البكتيريا، في بكتيريا تموت انواع معينه من الحشرات وما تموتش انواع تانية من الحشرات. عشان كده المكافحه الحيويه ديت يعني فعلا لازم يكون المزارع مثقف وفاهم هو بيعمل ايه، واللي هيديله اي عنصر من عناصر المكافحه الحيويه لازم يفهم هذا الموضوع عشان يجيب نتيجه. الساعية لتطبيق تقنيات المكافحة الحيوية الاستغناء عن المبيدات تماما، وإنما تهدف إلى ترشيدها واستخدامها فقط عند الضرورة، إلى أن يحين الوقت الذي يمكن فيه تعميم هذا الأسلوب وتطويره إلى الحد الذي يتفق معه استخدام المكافحة الكيميائية ويقل فيه الاعتماد على المبيدات.